تحية لكم مشاهدينا وجولة جديدة من أقوال الصحف، نستعرض فيها أبرز ما جاء في الصحف العربية والعالمية من قضايا وموضوعات. نبدأ بملف اليوم، حيث ألقى قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو وجالنت بظلاله على اهتمامات الصحف، ونبدأ من صحيفة الجارديان البريطانية. بايدن يهاجم طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر توقيف بحق نتنياهو وجالنت على خلفية الحرب في قطاع غزة. تصريحات بايدن التي جاءت بشكل واضح لا لبس فيه تعد الأكثر صراحة في إطار دعمها لإسرائيل منذ أن بدأت عدوانها على غزة في أكتوبر الماضي. أما صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية فقد رأت أنه على مدار أكثر من 26 عاما تأرجحت علاقة الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بين الدعم المثالي والعداء الصريح، وهو ما قد يحمل في طياته مخاطر بالنسبة للمحكمة الدولية. والآن مع قرار كريم خان فإن هذه المحكمة أكدت بما لا يدع مجالا للشك استقلاليتها. نذهب إلى صحيفة الأيام الفلسطينية ومقال تحت عنوان الدعم المطلق يقول: لم يعرف العالم علاقة تحالف ودعم مثل ما شهد في علاقة أمريكا بإسرائيل، فهي علاقة دعم مطلق بلا حدود أو ضوابط. إن هذا الدعم جعل الحكومة الإسرائيلية لا تضم من سبق أن عرفوا بأنهم معتدلون ومتشددون، إنما باتت تضم متطرفين وأكثر تطرفا، وتبر هؤلاء في التأكيد على استمرار العمليات العسكرية. في مقال بصحيفة الدستور الأردنية نتابع: علينا ألا نقلل من أهمية قرار الجنائية الدولية وأن ننظر له من زاوية أخرى، وهي تعرية دولة الاحتلال أمام الرأي العام العالمي وكشف زيفها وما تقوم به من إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني. وشكل هذا القرار صدمة للرأي العام الإسرائيلي وقادته الذين لم يعتادوا على هذه القرارات ولم يتوقعوها. للتعليق على هذا الملف ينضم إلينا من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية. دكتور أحمد، بعد التحية، يعني بالتأكيد قرار المحكمة الجنائية الدولية ألقى بظلاله على اهتمامات الصحف المختلفة وشكل صدمة لإسرائيل، كيف تابعت هذه التحليلات؟ كما تقول، هي صدمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل للأسباب التالية. إسرائيل عادة يعني أحد أسباب تكونها أو نشأها هو أنها يعني الضحية التي يجب أن تعوض، الضحية الأبدية، بالتالي الآن هي تتحول إلى جلاد، وهذا سقوط وإسقاط لهذه الفرية الكبرى اللي هي ضحية أبدية. بالتالي هذا بالنسبة لها مسألة يعني صاعقة. مسألة ثانية هي أنه أن تقارن بحركة حماس بالنسبة لهم، هذه مقارنة ليست فقط ظالمة وإنما غير مصدقة، مريعة جدا وشائنة، وحاولوا يعني يعملوها قصة غريبة عجيبة، إنه كيف إنه هم أهل الديمقراطية، التنور، المعرفة، العلم، التكنولوجيا، كيف يقارنوا بحركة حماس؟ إسرائيل دولة الحق والخير والسلام، وحماس هي القتلة إلى آخره، وانه اسرائيل هي يعني الوجه المضيء للحضاره الغربيه، وحماس الوجه المعتم للثقافه اللي هون. كل ذلك عمليا يعني يجعل من اسرائيل تعبر عن هذه الصدمه، فضلا عن انه هذا الامر لاول مره، يعني هذا قرار تاريخي، لو بدك كما تاريخي، هذا لم يكن من قبل. صحيح انه هذا القرار ممكن نحكي عنه كثيرا، يعرج سواء بين الضحية والجلاد إلى آخره، ولكن هذا لأول مرة إسرائيل تقدم من إلى محاكمة وتحاسب، وإنها مش فوق النقد ولا فوق المساءلة ولا فوق، وبالتالي تحول إسرائيل لدولة عادية جدا جدا، وإنه ليس هناك جماعة فوق القانون الدولي ولا فوق القانون الإنساني. هذا جديد لأول مرة يحصل. وطبعا هذا بالمناسبة، هذا لأنه إسرائيل دائما يعني لم تعرف حدود القوة، هي حسبت أنه في القوة هذه يمكن أن تفعل كل ما تريد، نسيت أنها هي بالعالم مع الناس وفي قانون دولي، وأنه هي ليست اللاعب الوحيد في الدنيا، ولا أمريكا اللاعب الوحيد في الدنيا. في وقت من الأوقات تسقط كل كلمة، فيش كلمة تستمر إلى الأبد.
نعم. طيب دكتور أحمد، يعني إذا نظرنا إلى تحليل صحيفة جارديان البريطانية بنجد أنها أبرزت موقف جو بايدن من قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتأييد المطلق لإسرائيل، ما هو تأثير ذلك على الداخل الأمريكي وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية وفي ظل تزايد التظاهرات في الجامعات الأمريكية؟ اعتقد انه ايضا انفصال عن الواقع. يعني بايدن هو اول اعلن انه هو الصهيوني اصلا يعني، وبالتالي ايضا هذا القرار او هذا الموقف المعلن لبايدن هو يعني مش يكون يملى عليه، لكن هذا موقف البيت الابيض اللي هو عمليا الاداره الامريكيه اللي هي تعمل ضمن المجمع الصهيوني المسيحي اللي كله منه كيف يعني يصدرون هذه المواقف. لكن هذا الموقف هو انفصال عن الواقع في الشارع الأمريكي. الشارع الأمريكي الآن أصبح يسأل أسئلة كثيرة عن هذه العلاقة المكلفة والملتبسة مع إسرائيل. لماذا تدفع هذه الأموال إلى إسرائيل من أجل أن تقوم بحروب الأمريكي ليهتم بها؟ خاصة الأمريكي الآن بده تأمين صحي وبده منح دراسية وبده إسكان وبده قروض وبده نظام المصرف يكون صحي وبده دولة رفاه. بالتالي ومش بس هيك، يعني انه اسرائيل طيلة الوقت هي ترتكب مخالفات وتخترق القانون الدولي والقانون الانساني وتمارس المذابح. بالتالي هذا انفصال عن الواقع، انفصال عن الشارع. ولاحظنا انه ايضا كثير هناك من المظاهرات، المواقف المعارضة، مش بس الجامعات، النخب الاعلامية، نخب سياسية، نخب فنية، كل ذلك يقول انه ليس هناك اتفاق مطلق مع اسرائيل، هناك تغير في النظره، هناك اختلاف في تعريف هذه العلاقه. وبالتالي ما يقوله بايدن هو منفصل الى حد كبير عن الشارع الامريكي. نعم. اذا انتقلنا الى تحليل صحيفه وول ستريت جورنال الامريكيه التي تحدثت عن تاريخ العلاقة بين أمريكا والمحكمة الجنائية الدولية من التأرجح بين العداء والدعم، كيف ترى ذلك ممثلا في قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير؟ وكيف ترى أنه دعم الاستقلالية هذه المحكمة بخصوص القضية الفلسطينية مقارنة بمؤسسات أممية أخرى؟ أمريكا تريد هذه المؤسسات الدولية أن تعمل لصالحها. إذا لم تعمل لصالحها وصالح إسرائيل، أو إذا بدك بشكل أكثر صراحة، إذا لم تعمل لأجل صالح الاستعمار والنفوذ الأمريكي تصبح ضد الديمقراطية. بمعنى آخر، الإدارة الأمريكية هي قوة استعمارية مش أكثر مش أقل، وتريد من هذه الهيئات الدولية، بالمحكمة، المحكمة العليا، محكمة الجنايات، اليونيسيف، المجلس حقوق الإنسان، أن يعمل عند الإدارة الأمريكية ومصالحها. إذا تعارضت مع مصالحها فهذه الإدارات ليست فهذه الهيئات لا تعمل من أجل الديمقراطية. وهذا ما رأيناه في محكمة العدل العليا ومحكمة الجنايات ومجلس حقوق الإنسان. أمريكا انسحبت من مجلس حقوق الإنسان عندما أدان إسرائيل. إذا بالتالي نحن نتحدث هنا عن أكبر عملية نفاق وتصير في أمريكا. أمريكا مزدوجة المعايير ومنافقة كبيرة. نعم. صحيفة الدستور الأردنية قالت إن هذا القرار يعري إسرائيل أمام الرأي العام العالمي، يعد سابقة تاريخية. كيف يمكن يعني أن يبنى على هذا القرار من جانب مؤسسات دولية أخرى لفتح إسرائيل وإدانة جرائمها؟ هذا جدا مهم. نعم، هي سابقة تاريخية، وكما قلت في بداية كلامي هذا قرار حقيقة تاريخي، وإن كان يعني يساوي بين الضحية والجلاد، ولكن هذا قرار تاريخي. لأول مرة إسرائيل تدان بهذه الطريقة، لأنها مش الضحية الأبدية، هي أيضا جلاد. وهذا عمليا سيشجع هيئات دولية أخرى على محاصرة إسرائيل ونزع الشرعية عن احتلالها، كما في محكمة العدل العليا التي يعني ننتظر منها أن يكون هناك فيها قرارات يعني علنية، وكذلك هيئات دولية أخرى زي مجلس الأمن، الهيئة العامة للأمم المتحدة، اليونسكو، اليونيسيف، مجلس حقوق الإنسان. كل هذه الهيئات الدولية يعني نحن معنيون بأنه تقول رأيها فيما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اللي عمليا كل ممارسات إسرائيل هي ضد القرارات الدولية والقانون الإنساني. نعم. أشكرك دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، كنت معنا مباشرة من القدس.
وننتقل إلى قراءة في عناوين الصحف العربية، ونبدأ بصحيفة اللواء اللبنانية ونقرأ فيها: غارات على النقورة وميس الجبل وحولة، وسقوط شهداء وإصابات وتدمير منازل، والمقاومة ترد بصواريخ بركان في سلسلة عمليات زلزلت مواقع العدو الإسرائيلية. واستمر الاحتلال الإسرائيلي بعدوانه على القرى الجنوبية، فشن سلسلة غارات أدت إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى. أما صحيفة الشرق الأوسط فتناولت الأوضاع في ليبيا وقالت: المشهد السياسي في ليبيا مرتبك وغير محدد المعالم بعد استقالة المبعوث الأممي السابق باتيلي وتعطل المفاوضات. الأزمة أصبحت أشد تعقيدا من ذي قبل في ظل تعمق الانقسام الحكومي، وبات الجميع في انتظار تحرك الممثل الأممي لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فحذرت من عودة تنظيم داعش لسوريا والعراق، خاصة مع تغيير التنظيم لاستراتيجيته. وقالت: تحذير من عودة تنظيم داعش لسوريا والعراق، خاصة مع تغيير التنظيم لاستراتيجيته وإعادة تجميع صفوفه من جديد. ورغم التقدم المطارد الذي أحرزته الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في الحد من القدرات العملياتية للتنظيم، إلا أنه لا يزال لديه القدرة على شن هجمات تسفر عن خسائر كبيرة بين المدنيين. نختتم جولتنا في أقوال الصحف بمطالعة أبرز ما جاء في الصحف العالمية، ونبدأ بصحيفة إندبندنت البريطانية التي أبرزت تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. زيلينسكي يقول إن القرارات المتعلقة بالمساعدات العسكرية من الحلفاء الغربيين تأخرت لنحو عام، وهو ما يؤثر على قدراتنا في منطقة خاركيف، لكن تسلمنا للدفاعات الجوية مثل أنظمة باتريوت من الولايات المتحدة سيكون بالطبع خطوة كبيرة إلى الأمام. وتحت عنوان تايوان تختار لي تشينغ تي رئيسا جديدا، نطالع هذا الخبر من صحيفة بوليتيكو الأمريكية. لي تشينغ تي شخص معتدل نسبيا، سيواصل سياسة الاستقلال الفعلي عن الصين، وسيبني على جهود تساي إنغ وين الرئيسة السابقة لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة التي لا تعترف رسميا بتايوان كدولة، ولكنها ملتزمة بقوانينها الخاصة بتزويد الجزيرة بوسائل الدفاع عن نفسها. نختتم من لوموند الفرنسية، ونتابع أزمة كاليدونيا الجديدة. تلك المستعمرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهادئ، وعلى الرغم من تدخل 2700 من رجال الدرك والشرطة والجنود الفرنسيين، إلا أن الهدوء ما زال بعيدا عن العودة إلى الأرخبيل في انتظار ظهور حل سياسي، خاصة مع تواصل الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال عن فرنسا. كان هذا مشاهدينا إطلالتنا على أبرز ما جاء في أقوال الصحف العربية والعالمية. طبتم وطابت أوقاتكم، تحياتي، إلى اللقاء.